مرحبا بكم في موقع ديلي فوركس، نقدم لكم تقريرنا لهذا اليوم الاثنين للأسواق المالية. تبدو الرغبة في المخاطرة قوية، ولكن العطلات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تعني أنه سيكون يوما هادئا جدا في سوق الفوركس. يجلس زوج اليورو أمام الدولار الأمريكي عند الدعم عند مستوى 1.887، ويبدو أن هذا المستوى قد ينهار اليوم. يتحرك زوج الدولار الأمريكي أمام الين الياباني ببطء نحو الأعلى داخل قناة سعر صعودية واسعة. بالكاد يتحرك زوج الجنيه الاسترليني أمام الدولار الأمريكي اليوم مع عطلة في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة. هذا هو تقرير اليوم. باسم طاقم ديلي فوركس نتمنى لكم تجارة موفقة وأسبوعا ناجحا.